الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآيات التي بين أيدينا اليوم تتحدث عن القتل، فالمؤمن لا يقتل المؤمن، وقتل المؤمن قد يكون بسفك دمه وقد يكون بالعدوان على ممتلكاته وماله. والأديان السماوية جاءت أساسها تحرير الإنسان من تسلط الإنسان، فلا تسلط ولا عدوان لا على المال ولا على الدم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بالباطل أي لا يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم بطريق حرام، وطريق الحرام كالربا والقمار والينصيب والغصب والسرقة وشهادة الزور وجميع التصرفات التي ليس لها وجه صحيح في شريعة الله. فقط يجوز لكم تبادل المال، وهذه حاجة اجتماعية في كل مجتمع، لابد من أن يتبادل الناس الأموال. الأموال أيها الإخوة لا يقصد بها الدينار والدرهم، الدينار والدرهم هو وسيلة لتبادل الأموال، أما أصل المال خلقه الله، ما تنتجه الأرض من نباتات يتغذى بها الإنسان، ومن نباتات يتغذى بها حيواناته، ومن فواكه وثمار يتغذى بها، ومن حيوانات تتغذى على هذه النباتات فيستفيد الإنسان من لحومها وألبانها وإلى آخره. فهذه الأموال لا بد من التبادل، هذا يحتاج إلى قمح، هذا يحتاج إلى ثمار، هذا يتبادلون. فيمكن التبادل في شرع الله بالتجارة، وما هي التجارة المقبولة في شرع الله؟ التراضي. إذن الرضا النفسي في التعامل بين المسلمين هذا هو أمر أساسي حتى يكون التعامل حلالا جائزا. ولا يجوز مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولذلك قال العلماء: إذا أنت جئت إلى بائع وأخذت منه شيئا بالحياء فقد ارتكبت حراما وأكلت المال حراما. ولذلك ورد في الأثر ويروى مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. وكم من المسلمين الذين رأيت بعضهم بعيني يتفق مع البائع هذا بخمسة ثم يقول له حاج أربعة، يا أخي ما يوفي معي، يأخذه بيمشي له أربعة ما أعطي أكثر. هذا لم يأخذه حلالا لأنه ليس فيه التراضي. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لنلاحظ أيها الإخوة المؤمنون كيف ضبط الإسلام المجتمع. تنتقل الآية إلى ناحية أخرى وهي أهم من العدوان على المال، وهو العدوان على النفس. ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب فعل يؤدي إلى هلاك النفس. فأنت لا يحل لك أن تقتل نفسك وهو الانتحار، كما لا يحل لك أن تقتل نفس غيرك من المؤمنين، لأن المؤمنين كلهم كنفس واحدة، فمن قتل مؤمنا فكأنما قتل نفسه، اعتدى على نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولرحمته نهاكم ربكم عن ما فيه ضرر لمجتمعكم وإتلاف لنفوسكم، ووجهكم إلى صيانة أموالكم وحفظ أبدانكم. ثم علقت آخر هذه الآية في قوله تعالى، أو الآية التالية: ومن يفعل ذلك، أي العدوان على المال أو العدوان على النفس، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي قصدا، لأنه قد يعتدي على مال غيره عن غير قصد، يقع إنسان على مال إنسان فيتلفه، فهذا ليس عدوانا وظلما ولا عقاب عليه، إنما عليه أن يعوض ما أتلفه ويعطيه بدلا عنه أو يعطيه قيمته حتى يكون هناك التراضي.
عدوانا، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. عدوانا يعني يعتدي على الحلال ويتجاوز حدود الآخرين، فسوف نصليه نارا. عبر بالصلي، نحن متعودين نصل اللحم على النار، حتى يبين أن الإحراق بالنار أمر خطير وعظيم وشديد على النفس البشرية التي تعقل. نصليه نارا، ندخله نارا شديدة العذاب، وكان ذلك على الله يسيرا. يعني حرقه في النار سهل هين على الله سبحانه وتعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يضع الله لكم أيها الناس أيها المؤمنون قاعدة مهمة جدا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، أي الكبائر الذنوب العظيمة مثل الزنا، شرب الخمر، قتل النفس، الشرك بالله، هذا من أكبر الكبائر، من أكبر الذنوب، الذنب الذي لا يغفر. كل هذه الكبائر إذا تركتموها فقد يكون هناك ذنوب صغائر. من منا أيها الإخوة لا يقع في ذنوب صغائر؟ من منا من ينسى كثيرا عندما يبدأ بالطعام أن يسمي الله سبحانه وتعالى؟ من منا لا يقصر في هذه الذنوب الصغيرة لا يتهاون الإنسان بها، ولكنها عندما تجتمع تكون كثيرة. ولذلك الله تبارك وتعالى نبهنا على لسان رسوله أن الصغائر ترفعها الصلاة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات يبقى من درنه شيء؟ الدرن وسخ، يعني كل يوم تغسل 5 مرات يبقى في جسمه وسخ؟ قالوا: لا يبقى في من درنه شيء يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. خطايا يعني الذنوب الصغيرة. إذن المؤمن ينبغي أن يعزم أولا على أن لا يتجاوز حدود الله في الكبائر، وإذا وقع منه هفوات نظر إلى محرم كذا عليه أن يعود إلى الله ويستغفر، والصلاة ترفع هذه الذنوب، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا سيئاتنا الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، المدخل الكريم المدخل الحسن وهو الجنة في الآخرة. إذن الدين يسر، ما علينا إلا أن نعرف حدود الله فنكون وقافين عندها، ولا نتجاوز الكبائر ولا نتجاوز العدوان على أموال الناس ولا على أعراضهم ولا على أنفسهم. فإذا وقعنا في زلات صغيرة نرجع إلى الله، وفي الصلاة الخاشعة يغفر الله سبحانه وتعالى لنا هذه الهفوات، والحمد لله رب العالمين.